في عناوين النشرة: الجميل في الجنوب، استقبالات وأمل بحوارات تتوج بانتخاب رئيس. كل هالتواصل اللي موجود بين كل الأفرقاء بالنهاية بأسرع وقت يترجم بانتخاب رئيس جمهورية. شمعة مضاءة تقضي على طفلتين. وشمعة زمان اقتربت. صلاة وضيام الشمعة. في الخاص: برجة تتحدى المطمر. بلدنا هي الدولة مجبورة تاخذ لأن نحن متحملين التلوث الملوثات بشركة الكهرباء والمعمل في لبنان عن كل لبنان. أهالي العسكريين يبايعون جندلات. أملنا الأول والأخير بوليد بايك. قانون الإيجارات يسري حتى آخر الشهر على الجثث. قانون إذا بده يطبق بيطبق على جثتنا. وفي النشرة: اغتيال أبو عين يؤجج الغضب على سياسة السلطة الفلسطينية. حطيت دمه أمان بركبة الرئيس أبو مازن كمان. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. من الجنوب أرض المقاومة، كسر الرئيس أمين الجميل طوق الاصطفاف وقاوم حلفائه بتقديم نفسه شخصية على خطوط الوسط قادرة على التواصل مع الآخر، يفتح خطوطا أقفلتها الأرقام. من دون ترشيح وبما يلامس النيات، كان أمين الجميل يختبر المعمل الحراري الجنوبي. في المقابل ومع ترشيح ل16 مرة، بقي الدكتور سمير جعجع حجر عثرة رئاسية يدعمه تيار المستقبل في وضع العصي أمام دواليب عبدة. لم يحظى جعجع ببضع أمل ولم يسمح لغيره من المرشحين بمجرد التجربة، ومع طلعة كل جلسة ننتهي بمؤتمر من معراب يجري فيه اتهام عون وحزب الله بالتعطيل. فمن المعطل هنا؟ ومن المحتكر؟ ولماذا لا تفتح قوى 14 من آذار الفرص لآخرين من داخلها أثبتوا أنهم قادرون على الحركة بمساحة الوطن شمالا وجنوبا؟ لكن زمن الاحتكار متواصل، والجلسات الرئاسية أصبحت تستحي من مواعيدها، ترفع من تاريخ إلى تاريخ من دون أن تنجز حتى كرسيا للرئيس، فيما يتوافر الحضور النيابي عندما يتعلق الأمر بمصير النواب ومنحهم فرص البقاء على قيد النيابة. وإذا كان من وصف سيدخل التاريخ للمرة الأولى لهذا الوضع، فقد جاء به العبد الفقير النائب علاء الدين طرو عندما قال: عيب علينا أن نجتمع لتمديد ولاية مجلس النواب فيما الكنيسة الإسرائيلي يجتمع لحل نفسه. والعيوب كثيرة قبل التمديد وبعده، وفوقها يرتفع أداء السوء. فبعد أيام يبدأ صراخ أهالي الأقليم رفضا لمطمر النفايات، وتعقبه صيحات المعترضين على قانون الإيجارات مالكين ومستأجرين، من دون أن نغفل الصرخة المرفوعة لأهالي العسكريين المخطوفين الذين فوضوا اليوم النائب وليد جنبلاط وبايعوه على حمل قضيتهم. وأول تغريدة لجنبلاط على تويتر بعد اللقاء صبت في مصلحة دعم زراعة الحشيشة والدعوة إلى إلغاء مذكرات التوقيف بحق الموقوفين في هذا الحقل. وإذا كانت الحشيشة في حاجة إلى أصوات الزعماء لرفع الحظر عنها، فإن قضية المخطوفين لن تحتاج إلى متحدثين باسمها بقدر عوزها إلى تفويض الجيش وإسناده بالسلاح الموعود. إذن الرئيس أمين الجميل يجول في الجنوب، زار القليعة ثم انتقل إلى دارة الوزير علي حسن خليل الذي أولم على شرفه، كما زار البياضة. تفاصيل الجولة في تقرير للزميل رامز القاضي. صحيح أن الهدف المعلن لزيارة الرئيس السابق أمين الجميل إلى الجنوب هي افتتاح بيت الكتائب في الجديدي والتأكيد على انفتاح حزب الله والوطن والعائلة على الجميع، إلا أن المواقف التي أطلقها رئيس الكتائب نفسه أعطت الزيارة طابعا أكثر أهمية. المحطة السياسية الأبرز كانت في دارة الوزير علي حسن خليل الذي أولم على شرفه، وكان في استقباله ونائب حزب الله علي فياض وحشد من فعاليات المنطقة. وكل الحوارات هذه تتوج بالنجاح، وكل التواصل الموجود بين كل الأفرقاء
بالنهاية بأسرع وقت يترجم بانتخاب رئيس جمهورية. هل هذه الزيارة ممكن أن تشكل يعني ثغرة في هذا الجدار والجمود في مسألة الفراغ الرئاسي، تعزيز حظوظك كمرشح توافقي للرئاسة؟ نحن تمسكنا بجنوب بالمطلق، وهالجمعة هيدي منا شيء جديد، وكل شيء بيأكد على وحدة لبنان، على التواصل، على التضامن بين بعضنا البعض. نحن له في خلافات صحيح، إنما هالخلافات لازم على الإطلاق لا نسمح أن تتحول إلى أكثر من ذلك. إحنا اليوم من خلال دعوتنا وحرصنا على هذا الحوار، إنما نريد التأكيد على الوصول إلى تفاهمات كبرى تفتح الآفاق أمام إعادة الحياة لمؤسساتنا الدستورية، وعلى رأسها انتخاب سريع لرئيس جديد للجمهورية بلبنان. هذه المناسبة نحن بنعتبرها تأتي في السياق الطبيعي للمواقف التي تتقارب من بعضها البعض في هذه المرحلة، في مرحلة يمر فيها الوطن بكثير من التهديدات والتحديات التي تحتاج إلى أن تتضافر الجهود فيما بيننا في سبيل أن نواجه هذه التهديدات وهذه التحديات. الجميل ومن مرجعيون وعلى قاعدة من سواك بنفسه ما ظلمك، وجه رسائل عديدة إلى حزب الله لم تخلو من بعض الغزل السياسي، كإشادته بالمقاومة والانتصار الكبير عام 2000 قبل أن يطالب المقاومة بالعودة إلى حضن الدولة وانتهاج المقاومة السياسية. أحيي مقاومتها أهل الجنوب عبر التاريخ ضد كل محتل ومغتصب ومعتدين، وصولاً إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فتحررت الأرض وافتخر المواطن وعادت الدولة إليه. إن المقاومات التي نجحت عبر التاريخ المعاصر هي التي التزمت حدود أوطانها وانخرطت في بناء أوطان الدولة، أي أنها انتقلت من المقاومة العسكرية إلى المقاومة السياسية. هذه النقلة التاريخية نتمنى أن تكون خيار كل من قاوم في سبيل لبنان. رئيس الكتائب طالب أمام أنصاره بمعالجة ملف المبعدين إلى إسرائيل متطرقا إلى رئاسة الجمهورية. لن نقبل بوجود جالية لبنانية في إسرائيل، لا سيما وإن جزءا منه ولد بعد التحرير، وجزء آخر منها كان دون سن الرشد قبل أن يغادر البلاد، والكل على ما أعتقد لا يتقون إلى العودة إلى أهلهم بالمصالحة الشاملة والمحبة. لا نريد مرشحا وفاقيا ينتهي التوافق عليه بعد انتخابه، بل رئيسا وفاقيا يتبع سياسة الوفاق طوال عهده. الرئيس السابق للجمهورية استهل زيارته في الإقليعة وكوكبة وخلوات البياضة، حيث التقى كبار مشايخ الموحدين الدروز. زيارة الجميل إلى الجنوب تركت انطباعا جيدا لدى منصريه، علها تكون حافزا لهم في تجديد حياتهم الحزبية ومواجهة التحديات في ظل هذه المرحلة. زيارة الجميل الكتائبية إلى الجنوب بعد انقطاع دام 3 عقود لم تكن بداعي حب السياحة والاستطلاع وحسب، بقدر ما هي حنين ولهفة إلى الرئاسة الأولى. ويعلم الرئيس السابق للجمهورية أن التفاهم مع حزب الله والرئيس نبيه بري هي أحد البوابات للوصول إلى قصر بعبدة. من جديدة مرجع عيون، رامز القاضي، قناة الجديد. وفاة طفلتين سوريتين اختناقا في منزلهما في بر الياس. آية وهلا، طفلتان سوريتان توفيتا اختناقا من جراء تنشق دخان حريق سببه وقوع شمعة مضاءة في إحدى غرف المنزل بسبب انقطاع الكهرباء أضرمت نارا في منزل والديهما في منطقة بر الياس. ولشدة الصدمة لم يستطع أحمد ديب والد الطفلتين الحديث بوضوح إلى الكاميرا. واش أنا اخترت صنع وضيع مشان. عندك أطفال غير شيء؟ كم ولد عندك؟ ولد طلعتين. الله يخليه يا رب. ونقل جثمان الطفلتين إلى مستشفى الهلال الفلسطيني في بر الياس عند منتصف ليل الجمعة السبت. طفلتين سوريات
متوفيين عمر أعمارهم 4 و5 سنوات، آية وهلا توفوا طبعا بسبب استنشاق الدخان صار قريبا بالمتوفي. يذكر أن ذوي الطفلتين كانوا خارج المنزل في أثناء وقوع الحادث. أهل العسكريين المخطوفين يفوضون جملات قضية أبنائهم. في خلال جولتهم على القيادات السياسية زار وفد من أهالي العسكريين المخطوفين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الممدد وليد جملاط في قصر المختارة بحضور الوزير وائل أبو فعور، وأكد الأهالي بعد اللقاء أنهم فوضوا إلى النائب جملاط التكلم باسمهم في قضية أبنائهم في كل مكان يجد فيه عقدة. لأنه نحن أملنا الأول والأخير بوليد بايك، لأنه نحن بنعرفه هذا الزعيم اللي من بداية هيدي الأزمة الوحيد الذي تعاطى بصدق وبمسؤولية وبضمير هو وليد جملاط. لذلك من بكل ثقة وبكل قوة نحن كأهالي وباسم كل أهالي المخطوفين منقول لكل الناس نحن مفوضين وليد بايك يحكي باسمنا بكل مطرح فيها عقدة لحتى يحل حلها. ومن المختار وجه الأهالي نداء إلى رئيس الحكومة تمام إسلام باعتباره صاحب القرار في حل قضية أبنائهم. كمان بدي أتوجه للحكومة اللبنانية بما أنه رئيس سلام بكرة واصل أن يحكموا ضمائرهم إن وجدت رأفة ببلد صدر الحرفة إلى العالم. نقول لدولة الرئيس تمام سلام إذا الكاديات والتسويات بدها تكون على حساب أولادنا وعلى حسابنا نحن صارنا 5 أشهر هون، يكفي كاديات بقى هو وزرائه ويجيبوا لنا أولادنا، يعني الأمور وصلت لحدها وما عاش فينا. ودعا الأهالي اللبنانيين إلى المشاركة في اعتصام كبير يوم الأحد في ساحة رياض الصلح، إذ يصادف ذكرى أسبوع على استشهاد الجندي علي البزال. أهالي إقليم الخروب ينتفضون رفضا لإقامة مطمر للنفايات في منطقتهم، لا سيما أنها تعاني الآثار الخطرة لمعملي الجي وسبلين. تحقيق للزميل لباس العريضي. لمحرقة الموت، أهالينا الكرام، أنتم مدعوون للمشاركة الفعالة في الاعتصام الجماهيري وذلك نهار غد الأحد. النداء هذا انطلق من برجة المعني الأول بمسألة نقل مطمر النفايات إلى مشاعاتها كبديل من الناعمة، إلا أنها لن تكون الأخيرة، إذ أن السموم والأثار المترتبة عليه ستشمل بلدات الإقليم بأسرها. خوف الأهالي انطلق من مقررات لمجلس الوزراء قضت باستحداث مطامر جديدة لمنطقة جبل لبنان وجزء من بعبدة بمعدل 650 طنا يومياً، إلا أن التجارب السابقة عززت المخاوف واستدعت رفع الصوت، خصوصا أن المنطقة تعاني الانبعاثات الملوثة من معمل الكهرباء في الجي ومعمل الإسمنت في سبلين. ومع كل المراجعات فإن المعنيين حتى اليوم لم يمونوا على أي منهما في تركيب فلاتر، وهو أضعف الإيمان. يعني حتى زبالتنا ما بدنا ناخذهن، يعني زبالتنا هي الدولة مجبورة تاخذهن، لأن احنا متحملين التلوث الملوثات بشركة الكهرباء ومعمل سبلين عن كل لبنان. هذا الموقف نحن مكملين فيه للآخر. تحركنا تحرك شعبي بيئي بامتياز، ما عندنا أي غايات غير لأنه نحافظ على سلامة أهلنا وسلامة أطفالنا اللي موجودين. مثل ما أنك شايف يعني عم تحكي، نحن عم نحكي من بيت بعيد يمكن شيء 20 متر عن موقع المطمر، يعني أكيد كأنه عم بيقولوا لنا صاحب هذا البيت يا أما بدك تبيعه أو بدك تقبر أولادك قدامك. يعني إلى جانب الأثار البيئية، برز في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة الأمراض السرطانية عند الفئة الشابة بشكل لافت وخطر، يضاف إليها عوارض الربو عند عدد كبير من الأطفال. هذا المشروع لن يكتب له إنه يمر إلا على جثثنا. نحن بدنا نقول لها المشروع لا وألف لا، لأنه ما ممكن نرضى إنه أولادنا أولاد أولادنا إنه يموتوا ببيوتهم أو يتهجروا منها. التنوع السياسي والاجتماعي في هذه المنطقة اتحد على قضية واحدة هي صحية بيئية،
وجل ما يريدونه أن تقترن الوعود السياسية بتطبيق عملي يجنبهم مزيدا من الكوارث البيئية والمآسي الصحية. السياسات العشوائية للحكومات المتعاقبة أكلت الأخضر واليابس، ومع اتفاق السياسيين والمتنفعين على زيادة الأرباح المالية باتت صحة المواطن هي الثمن ومستقبل الأجيال المقبلة. من برجة، باسل العريضي، قناة الجديد. قانون الإيجارات الجديد ملف اجتماعي ساخن بين المالكين والمستأجرين، ومطرقة بري هي الحكم. تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. قبل 15 يوما من بدء تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي أقره مجلس النواب في الأول من نيسان المنصرم، ورفض المجلس الدستوري الطعن المقدم فيه مكتفيا بإبطال مادتين، لا يزال هذا القانون الاجتماعي الساخن مثار جدل كبير بين المالكين والمستأجرين. النزاع القديم الجديد دفع الطرفين إلى زيارة عين التين والاحتكام إلى مهندس المخارج ومبتكر الحلول نبيه بري، على كل طرف يعرض مظلوميته ويخرج بما يرضيه. وما أشج الصراع بين المالكين والمستأجرين نقل كلام صحفي عن بري يعتبر بموجبه أن هذا القانون مجمد. هو أكيد يعني من الطبيعي أن يكون أساسا متعاطف مع الفئات الشعبية ضد المحتكرين والشركات الكبيرة. بيقول إنه هذا القانون مجمد لأنه أي قانون بيتعطل في مادة يعطل القانون كله سوا. رئيس بري ما صدر عنه كلام بما معناه إنه القانون واقف أو مجمد، باعتبار إنه القانون هو لا يوقف القانون أو يجمد أو يعدل، بده قانون تاني. وبالتالي طالما ما صار جلسة عامة أقر فيها ما يخالف مضمون قانون الإيجارات، القانون نافذ وبيسري من تاريخ سريان وب 28 الشهر. من ناشد الرئيس بري أن يسحب هذا القانون ويعيده إلى المجلس النيابي حتى يوقف نهائيا. ما منحب نحن نوصل للقضاء، بس بالآخر إذا عم بتطالب مستأجر يجي يدفع لك البدلات حسب القانون الجديد ورفض، بدك تقدم دعوة بحقه. المستأجرون يصفون هذا القانون بأنه تهجيري، في حين يرى المالكون أنهم هم المظلومون لكون إشغال المستأجر للمأجور بات بمثابة احتلال مشروع. القانون إذا بده يطبق بيطبق على جدتنا. المالكين سيطبقون هذا القانون ب 28 كانون الأول. لن نقبل أن يطبق هذا القانون. شو رح تعملوا؟ رح تعتصموا؟ طبعاً طبعاً في بكل الوسائل الديمقراطية، بكافة الوسائل الديمقراطية والقانونية والمرجعيات سنتابع هذا الأمر. ب 28 الشهر نحن والمستأجرين رح نبلش بآليات تنفيذ وتطبيق القانون. هلأ المستأجرين يلي ما بحبوا يطبقوا القانون هذا شيء بيرجع لهم. ووسط اختلاف المالكين والمستأجرين في قانون الإيجارات، يجمع الطرفان على أن الرئيس بري طلب إليهما الجلوس حول طاولة واحدة والتحاور والتفاوض، سعيا منه لتحقيق توافق وتفاهم يؤدي إلى حلحلة المشكلة بدلا من تعقيدها. دارين دعبوس، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. مؤسسة جبران تويني تحيي ذكرى استشهاده باستعادة بعض من مسيرته النضالية، ومفاجأة الحفل كانت لوزير التربية الياس مصعب. في الذكرى التاسعة لاستشهاد جبران تويني، نظمت مؤسسة جبران تويني مهرجانا احتفاليا طغت عليه المشهديات الاستعادية لأبرز المحطات في مسيرة النائب الشهيد الإعلامية والنضالية، بحضور حشد سياسي واجتماعي وإعلامي لم يخلو من الرقصات التعبيرية والعزف الموسيقي لميشيل ظاهر. وبين كل محطة ومحطة لم تغب إطلالة الشهيد عن الحضور ومحبيه داخل الحفل وخارجه. وحتى لا ننسى كان عرض للمشاهد المأساوية للحظات ما بعد الاغتيال وإعلان استشهاده، وفي كلمتها أكدت كريمة الشهيد أن جبران تويني لم يمت. البعض يبدي تشاؤمه قائلاً
لكثرة الشهداء باتت أيامنا كلها ذكرى ومناسبات حزينة. نقول لهم إننا نحن من حولنا الذكرى حفلاً ننشر فيه فكر جبران. لذلك أقول أن جبران ولد في العام 1957، لكنه سيبقى في شعبه إلى أبد الآبدين، ومقالاته باقية، ونهاره باق، ومؤسسته باقية، وصوته باق، وكلمته باقية، وقسمه باق باق باق. أما مفاجأة الحفل فأعلن عنها وزير التربية لياس بوصعب. أن مؤسسة جبران طويني نجحت أنه تحمل فكرك وقناعتك بالشباب اللبناني. اليوم في اتفاق توقع بين الجامعة الأمريكية بدبي بكلية الإعلام ومؤسسة جبران طويني، لحتى كل سنة مؤسسة جبران طويني تعطي منحتين لشاب ولصبية بيحملوا اسم منحة جبران طويني ليتعلموا الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بدبي. وعرض في الحفل الفيلم الفائز في مسابقة الفيلم القصير عن جبران طويني التي تنظمها المؤسسة للعام الحالي، ووزعت الجوائز على الفائزين في المسابقات الأخرى لا سيما مسابقة التصوير. وزير العدل اللواء أشرف ريفي يعلن تأييده لنداء الحوار من أجل إنقاذ الوطن على قاعدة الاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها الرسمية. أكد وزير العدل أشرف ريفي أن مهمتنا اليوم النهوض بمدينة طرابلس وأهلها، ودعا في خلال رعايته مؤتمرا في نقابة المهندسين في طرابلس إلى تفعيل المشاريع الحيوية في المدينة، لا سيما باب التبانة التي قال إنها دفعت عنا ضريبة الكرامة والعنفوان. من طرابلس إلى كل لبنان نعلن تأييدنا لنداء الحوار من أجل الإنقاذ على قاعدة الاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها، ورفض السلاح غير الشرعي، والانسحاب من المغامرات غير المحسوبة في سوريا، وانتخاب رئيس للجمهورية، وإجراء الانتخابات النيابية، وأطلاق التنمية الاقتصادية، أو بالحد الأدنى تخفيف الاحتقان المذهبي. أيها الحضور الكريم، نطلق صرخة لوقف هدر حياة أجيالنا ومستقبلهم في مشاريع الانتحار التي انخرطوا بها بعض القوى التي عطلت البلد وغامرت به منذ العام 1990 ولا اليوم ولا تزال. وختم ريفي قائلاً إن علينا أن ننهض بطرابلس كي تكون مدينة السلام وتهزم كل من تطاول عليها زوراً. احتفالات بإضاءة شجرة الميلاد في طرابلس وعكار وبيروت. بحضور حشد من الشخصيات السياسية والروحية والاجتماعية، احتفلت عاصمة الشمال طرابلس بإضاءة شجرة الميلاد عند مستديرة النيني في المدينة. مرة جديدة طرابلس تثبت وجهها الحقيقي. مرة جديدة منأكد تماماً أنه انتصر الخير والحق على الباطل وعلى الافتراء على المدينة. كل تاريخ المدينة مدينة عيش مشترك، كل تاريخها مدينة وحدة وطنية، كل تاريخها مدينة محبة وسلام وعلم وعلماء. للمرة إضافية منأكد تماماً أنه هي الوجه الحقيقي للمدينة. أي حملات افتراء وحملات تشويه اندثرت وصارت ورانا، ونتمنى بوجودنا جميعا سويا في هذه المدينة التي نحبها جميعا، نتمنى أن يعم هذا السلام وهذه المحبة دائما بيننا. نذكر خاصة اليوم بهالاحتفال شهداء جيشنا اللبناني هاللي لولاهم لما كنا موجودين هون عم نحتفل بهالعيد. كل الأديان تجتمع تحت راية الوطن وراية العلم، بعتقد كلياتنا فعلا نقدر نقدم لهالمدينة ولهالوطن المثال الصحيح فعلا للتعايش على مستوى الوطن العربي. وفي عكار طغت الأجواء الميلادية على بلدة الحاكور، حيث رفعت الزينة المخصصة لهذه المناسبة في جو احتفالي اقتصر على بعض النشاطات الترفيهية وإقامة معرض بلدي، وألقيت كلمات ركزت على الهاجس الأمني. وإلى بيروت أضاء محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي في بيروت بلال حمد شجرة الميلاد في ساحة الشهداء بوسط بيروت في حضور أعضاء المجلس البلدي وحشد من المواطنين.
أهلا بكم من جديد. أحيا ملايين الشيعة اليوم في مدينة كربلاء جنوبي العراق ذكرى 40 الإمام الحسين، وطوال الأيام الماضية تدفقت حشود غير مسبوقة إلى المدينة، كما تدفق أكثر من 1,000,000 زائر إيراني للمشاركة في الزيارة. وبحسب مسؤولين عراقيين تخطى عدد الزوار 17 مليونا، بينهم أكثر من 4 ملايين من جنسيات عربية وأجنبية، وافترشوا ساحات وطرق كربلاء حيث مرقد الإمام الحسين وأخيه الإمام العباس، وأقاموا في خيام أو لدى سكان فتحوا منازلهم لاستضافتهم. وسارت الجموع المشاركة في أحياء الشعائر الحسينية في شوارع المدينة وفي محيط العتبات المقدسة متشحة بالسواد ورافعة الرايات الحسينية، ونشل نحو 40,000 من الشرطة العراقية والجنود في المدينة لتأمين هذه المناسبة. غضب شعبي فلسطيني على سياسة القيادة الفلسطينية بعد اغتيال أبو عين، وتناقض كبير في مواقف قادة حركة فتح إزاء وقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني أو استمراره بعد عملية الاغتيال. تقرير للزميل نزار حبش. في بيت عزاء الشهيد الوزير زياد أبو عين في مدينة البيرة، عبرت زوجة الشهيد عن استيائها من سياسة القيادة الفلسطينية وعدم إصدارها قرارات على مستوى عملية الاغتيال. أنا حطيت دمه في أمانة فيه في ركبتهم جميعهم، وأمانة بركبة الرئيس أبو مازن كمان. لازم القيادة تكون تأخذ هيك قرار بأسرع وقت ممكن، مش لازم تستنى تيروح نص الشعب شهداء كمان. بكفي، لازم تتوجه للمحاكم، لازم يحطوا حد لهيك احتلال إرهابي مجرم. يا سيادة الرئيس، كفى نشجب ونستنكر، الشعب الفلسطيني خرفان العيد لليهود، متى يشاءون يقتلون ونستنكر، حتى ولن يجرؤ يروح على الأمم المتحدة، إلو 2-3-6 أشهر ولو راح على الأمم المتحدة ماذا ستفعل؟ ما رحنا ملايين المرات. وتواجه القيادة الفلسطينية ضغوطا شعبية وفصائلية لقطع جميع أشكال التنسيق الأمني مع العدو، والتوجه فورا لمحكمة الجنايات الدولية الذي يبدأ بتوقيع ميثاق روما لمحاكمة قادة العدو على جرائمهم. كاميرا الجديد وبعد مجموعة من المقابلات مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح كشفت تناقضا كبيرا في المواقف حول وقف أو استمرار التنسيق الأمني. احنا أعلننا بأنه وقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال، هذا موضوع انتهى ورا ظهورنا. وقف التنسيق الأمني سيكون له وقت محدد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات حول هذا الموضوع، وهذا يحتاج إلى خطوات قبله قبل أن يتم تنفيذه. هذا القرار خاضع ما زال للنقاش يوم الأحد القادم، ولكن حاليا لا يوجد لقاءات أمنية ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. وترى فصائل فلسطينية معارضة عدم جدية القيادة في التعامل مع هذا الملف، خصوصا وأن جهات إقليمية ودولية تضغط على القيادة الفلسطينية لمنعها من وقف التنسيق الأمني والتوجه للمحاكم الدولية. أعتقد أنه حتى الآن لا قرارا جديا يعني في الموضوع، نتمنى أن لا يكون ذلك بهدف تمويت القرار أو عدم اتخاذ قرار جدي، لأنه دون الحد الأدنى من القرارات يجب أن يكون بالتوقيع على ميثاق روما ووقف كل أشكال التنسيق الأمني. ويشار إلى أن القيادة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني ولم توقع على ميثاق روما بعد استشهاد أكثر من 2,000 فلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي يستبعد الكثير من المراقبين أي قرارات فلسطينية جريئة ردا على اغتيال القيادي الفتحوي زياد أبو عين. الكل في دائرة الاستهداف أمام آلة القتل الإسرائيلية، من أكبر وزير وحتى أصغر طفل رضيع، وفي مقابل ذلك تجد القيادة الفلسطينية نفسها مجبرة أمام خيارين، إما الانصياع للضغوط الخارجية وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، أو اتخاذ قرارات حاسمة وتحمل نتائجها على المستويات كافة. من أمام القصر الرئاسي في مدينة رام الله، نزار حبش، قناة الجديد. الدول الميسورة توافق على استقبال 100,000 لاجئ سوري من أصحاب الحاجات الخاصة الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في دول الجوار السوري، خلافا لما كانت تطالب به منظمات حقوق الإنسان. تقرير من جنيف لمراسلتنا الزميلة دينا بصعب.
أنا بدي أعيش حياة جديدة بعيدة عن العنف والقتل والحرب. كالفارق بين الأبيض والأسود تختلف حياة أطفال سوريا بانتقالهم إلى أوروبا. أطفال بأمراض كالتلاسيميا وثقل السمع وآخرون أمضوا أعواماً أربعة دون تعليم هرباً من معركة إلى أخرى ومن مخيم لجوء إلى آخر استقبلت أوروبا بعضاً منهم. وهلأ صرت عم بمشي كتير، عم بلعب، بركض، ما عم بتعب. حاجات خاصة وأمراض مستعصية وأوضاع إنسانية قاسية في مخيمات اللجوء دفعت بالمنظمات الإنسانية الدولية للضغط على الدول الغنية التي اجتمعت في جنيف من أجل بحث توطين 180 ألفاً من الحالات الأكثر إلحاحاً. آمل أن ترفع الدول الأوروبية أعداد اللاجئين لديها. دول قليلة في الاتحاد الأوروبي منخرطة فعلاً في العمل مع اللاجئين. بعض هذه الدول لديها 30 أو 50 لاجئ، فهذا الرقم بالمقارنة مع 3 ملايين لاجئ هو رقم صغير جداً. حل الأزمة السورية ككل يبقى أول الأولويات بالنسبة للبنان، البلد الأكثر تضرراً من ثقل اللجوء السوري. أن العدد الذي يتحدثون عنه الآن يساوي موسم ولادة واحد في لبنان للأخوة السوريين. هذا لا يحل المشكلة، هذا ما جعلنا نحن نتخوف من أن المجتمع الدولي ربما يحاول أن ينصرف إلى معالجة بعض الآثار القليلة للأزمة ويغفل معالجة أصل الأزمة. بالنسبة للمنظمات الإنسانية فإن الدول الغنية ودول أوروبا عدا ألمانيا وربما السويد وفرت أعداداً يرثى لها من الأماكن لإعادة توطين اللاجئين السوريين، فيما لم تعرض دول الخليج أي من هذه الأماكن. عندما يبدأ البحث بحل لتوطين لاجئين سوريين مهما كان عددهم فذلك يعني أن الأزمة السورية مستمرة إلى أجل بعيدة، والمقترح من حلول للاجئين ليس سوى نسخة طبق الأصل عن أزمة لاجئين مشابهة يعيشها الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، قناة الجديد. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الجميل في الجنوب استقبالات وأمل بحوارات تتوج بانتخاب رئيس. كل هالتواصل الموجود بين كل الأفرقاء بالنهاية بأسرع وقت يترجم بانتخاب رئيس جمهورية. شمعة مضاءة تقضي على طفلتين. وشمعة زمان اخترت صنع وضيام الشمعة. في الخاص برجة تتحدى المطمر. بلدنا هي الدولة مجبورة تاخذ لنا نحن متحملين التلوث الملوثات بشركة الكهرباء والمعمل لبنان عن كل لبنان. أهل العسكريين يبايعون جنبلاط. أملنا الأول والأخير بوليد بايك. قانون الإيجارات يسري آخر الشهر على الجثث. القانون إذا بيطبق بيطبق على جدتنا. كان في النشرة أيضاً اغتيال أبو عين يؤجج الغضب على سياسة السلطة الفلسطينية. حطيت دمه أمان بركبة الرئيس أبو مازن كمان. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.